بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم ليلى للوصفات الطبيعية المجربة. أتمنى أن يكون الجميع بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة رائعة جدا، تعتبر بوتوكس طبيعي 100% ضد علامات الشيخوخة والتجاعيد. التجاعيد حول العينين، الخطوط على مستوى الجبهة، حول الفم وحتى على الخدود. وصفة رائعة بسيطة جدا بمكون واحد لتصفية البشرة وإعطائها نضارة ولمعان وتشد الوجه بشكل رائع. بالنسبة لهذه الوصفة ستلاحظين الفرق في نعومة البشرة من أول استخدام، وعليك الاستمرار على تطبيقها لمدة تتجاوز الأسبوعين لرؤية نتائج واضحة ومرضية إن شاء الله. ولعمل هذه الوصفة نحتاج إلى المكون الرائع وهو نجمة الأرض أو اليانسون النجمي. يعتبر اليانسون النجمي من بين أفضل النباتات التي تستخدم في إخفاء التجاعيد وشد الوجه، فهي تحتوي على مواد مفيدة لإزالة السموم من البشرة وتقوي عضلات الوجه، تمنع الترهل وتساعد على إخفاء التجاعيد. ونحتاج أيضا إلى كوب من الماء المعدني. نضع كوب الماء في كاسرول ونضعه على نار هادئة حتى يصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك نضيف إليه ملعقة كبيرة من نجمة الأرض أو اليانسون النجمي. نغطيه ونتركه جانبا حتى يبرد. ونحتاج إلى بخاخ أي نوع متوفر، وإذا لم يتوفر يمكنك استخدام برطمان، ولكن نستخدم البخاخ لتسهيل الأمر. نفرغ مغلى نجمة اليانسون في البخاخ ونضيف حتى حبات اليانسون إلى البخاخ لنستفيد أكثر منه. مكون رخيص ولكنه سيغنيكم على أغلى الكريمات الباهظة الثمن. هذه الوصفة من أقوى وأنجح الوصفات للعناية بالبشرة، أتمنى منكم تجربتها لتحصلوا على أفضل النتائج. يمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لهذا البخاخ، أو زيت جنين القمح، أو زيت بذور الكتان. هذه الزيوت الثلاثة من أفضل وأقوى الزيوت لمحاربة التجاعيد. كما يمكنك الاستغناء عن إضافة الزيوت، ولكننا دائما نفضل إضافة بعض المواد لتعزيز الوصفة وإعطاء نتائج أفضل. بعدها نضع هذا البخاخ بالثلاجة ليلة كاملة قبل استخدامه. بالنسبة لطريقة الاستخدام، تستخدم هذه الوصفة قبل النوم مباشرة. يغسل الوجه ثم ترج القارورة جيدا، ونقوم ببخ الوصفة على كامل الوجه وحتى الرقبة. تكرر هذه الوصفة يوميا بنفس الطريقة، وسيظهر لك الفرق في نعومة البشرة من أول استخدام. ما عليك إلا الاستمرار على هذه الوصفة، وفي غضون 15 يوم سترين نتائج واضحة ومرضية بإذن الله. ما عليك إلا إدخال هذه الوصفة في روتينك للعناية بالبشرة للحصول على أفضل النتائج. إذا كان لديكم أي استفسار أو تساؤلات، لا تترددوا في تركه في خانة التعليقات، سأجيبكم بإذن الله. والسلام عليكم، في أمان الله.